نواميس سينا هي أقدم بيوت بشرية في التاريخ وعمرها حوالي 6000 سنة. النواميس موجودة على جبل الجنة بوادي الشجيرات، وده موجود تحديدا في الكيلو 25 طريق نويبع كاترين. النواميس هي مباني حجرية صغيرة بيتراوح قطر الواحدة من متر إلى 3 أمتار، واتبنت بدون أي مواد لاصقة وتسعى لفرد أو فردين على الأكثر. اختلفت الآراء والروايات عن سبب بناء النواميس. في رواية بتقول إن اللي بنى النواميس الأنباط، والأنباط دول قبائل عربية بدوية عاشوا في القرن السادس الميلادي. وفي رواية تانية بتقول إن اللي بناها سيدنا موسى هو وأهله عشان تحميهم من الطاعون أو الناموس. وفي رواية تالتة بتقول إن سيدنا موسى لقاها وهو رايح القدس وأهلها ساعدوه. وفي رواية رابعة بتقول إن النواميس استخدمت للدفن. وفي رواية خمسة بتقول إنها كانت مصيدة للحيوانات. النواميس موجودة في أكتر من مكان في سيناء، موجودة كمان في شمال الجزيرة العربية تحديدا في الأردن،